مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون. الحوثيون يعدمون مغتربا بعد 4 ساعات من عودته إلى منزله. فورين بوليسي، هناك علاقة خفية بين الولايات المتحدة وميليشيا الحوثي. ومن الأخبار المنوعة، مدينة أسترالية تنتفض ضد مسلسل لنتفليكس عن مؤثري إنستغرام. اللحوح هو نوع من الخبز الرقيق يستخدم في إعداد وجبة الشفوت، فتة خبز باللبن الرائب، والتي تعد من الوجبات الرئيسة في المائدة الرمضانية اليمنية. تستخدمه النساء كمصدر دخل حين يكثر الإقبال عليه في الشهر الفضيل. يضيف الموقع بوست أن هذا النوع من الخبز لا يتوفر في المخابز العامة، بل يعد منزليا بأيادي النساء التي احتكرن هذه المهنة إعدادا وبيعا في الأسواق. تقوم النساء بإعداد اللحوح في المنزل، ومن ثم عرضه في الأسواق كمصدر دخل مهم لكثير من الأسر في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب. وتابع الموقع بأن النساء يجلسن بزيهن الشعبي في مداخل الأسواق وبجوار المطاعم، وعلى رؤوسهن طقيات تقيهن أشعة الشمس لعرض اللحوح. تعمل أم يوسف في صناعة وبيع اللحوح منذ 5 أعوام كمهنة تساعد من خلالها أسرتها بعد انقطاع راتب زوجها الجندي في الجيش الذي تعرض لإصابة في العمود الفقري جعلته غير قادر على العمل. تقول أم يوسف إنها تمتهن صناعة الخبز واللحوح لتوفير مستلزمات المعيشة بعد مرض زوجها، إذ قررت العمل واستطاعت أن تساعد 6 من أبنائها في إكمال الدراسة الجامعية والحصول على فرص عمل. يباع قرص الخبز الواحد في الأيام العادية ب100 ريال يمني، لكن سعره يرتفع في رمضان بسبب الإقبال عليه في الشهر الفضيل. الحاجة زينب تبيع في اليوم 150 لحوحة بقيمة 22500، وتعتبر ذلك دخلاً ممتازاً يساعدها في توفير متطلبات الحياة. أما الشابة أروى والتي تعمل في هذه المهنة منذ 8 سنوات لا ترى في البيع أي إحراج، كونها تكسب بعرق جبينها دون الحاجة إلى الناس. تقول إنها تشعر باعتزاز بهذه المهنة، فهي تحظى بتقدير واحترام الناس، كما أنها لا تتعرض للمضايقات بسبب خروجها للبيع في الأسواق. اليمن والطريق إلى المذهب الجعفري. تحت هذا العنوان كتب عبد الخالق عطشان مقاله المنشور في موقع مأرب بريس. درست على يد المرحوم حمود بن عباس المؤيد بعضاً من الفقه الهادوي، وتلوت القرآن بين يدي المرحوم محمد حسين عامر والمرحوم أحمد الكحلاني وجميعهم من علماء المذهب الهادوي، إضافة لغيرهم من العلماء ما بين عامي 1983 وحتى 1987. ثم التحقت بمعهد صنعاء العلمي، وحينما سمع بعض مدرسي لتحفيظ القرآن بأن التحقت بالمعاهد العلمية، أرسلوا إلي أحد المدرسين قائلاً: أنت داري عند من درست؟ عند سيدي حمود، ولماذا تدخل المعاهد؟ أنت داري أنهم وهابية؟ انتهى كلام أستاذي الذي كان يدرسني بعد المغرب، وكنا نلتقي بعد العصر في سينما بلقيس لمشاهدة الأفلام الهندية، ليصبح بعدها تربوياً يزور الشهادات ثم فناناً ممثلاً. في منتصف التسعينيات مرض أحد جيراني بسرطان الدم، فسافر مع أخيه للعلاج في العراق، وعاد الأخ الذي كان يحمل شهادة جامعية بتراب جلبه من العراق، مخبراً من حوله بعزاء أخيه أن هذا تراب كربلاء أطهر بقاع الأرض وأفضل من مكة والمدينة، وقليل منه إذا وضع في البحر يوقف هيجانه، وحفنة منه تشفي المريض. ونسي أن أخاه مات ولم يسعفه تراب كربلاء. صديقي هذا فجأة افتتح مكتبة كبيرة واستقدم إليها صنوفا مختلفة من مؤلفات جعفرية العراق. في أوائل العام 2000 وأنا أصلي صلاة الظهر في مسجد قبة المهدي، وإذا بشاب عمره لا يتجاوز 20 يخرج من جيبه قطعة قماش صغيرة وحجر أملس ويضعهما في موضع سجوده،
وإذا سجد سجد على ذلك الحجر دون ما حياء من بقية المصلين، فعرفت حينها أنه اعتنق المذهب الجعفري الإمامي ومرد على الهدوية. وما سبق من وقائع وإن كانت ذاتية، فمؤكد أن كثيرا منها قد حدث نتاجا لعمل مشترك ومنظم بين أحفاد الإمامة الهدوية السلالية وبين الجعفرية الإمامية في العراق، والتي منشأها إيران لتعبيد الطريق وتسويتها لإقامة حكم إمامي جعفري، بتمرده على الجمهورية أولا ثم انقلابه عليها لإقامة حكم إمامي جعفري إيراني في اليمن يلبي أطماع المد الصفوي الفارسي. ولم يكن خروج الحوثي بتمرده على الجمهورية أولا ثم انقلابه عليها إلا ترجمة حقيقية وخطوة جريئة وجريمة تاريخية لتحقيق تلك الأطماع الإيرانية. أتعبته الغربة وقرر العودة إلى الوطن لقضاء شهر رمضان وربما العيد أيضا، لكنه لم يعلم أن هذه الزيارة ستكون الأخيرة وأنه فيها سيفقد حياته. ذكر موقع المصدر أونلاين أن ميليشيا الحوثي أعدمت مغتربا عائدا من السعودية بعد 4 أيام على اختطافه في منطقة الحوبان شرقية تعز. قالت مصادر للمصدر أونلاين أن ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطن عبد الفتاح المليكي بعد 4 ساعات من عودته إلى منزله بمنطقة الحوبان واقتادته إلى مكان مجهول. وفقا للمصادر، فقد أعادت الميليشيا جثة المختطف المليكي إلى منزله بعد تعذيبه وإعدامه خارج القانون. ولم يعرف حتى الآن سبب اعتقال وإعدام المواطن المغترب عبد الفتاح المليكي الذي كان قد عاد لقضاء إجازته في رمضان مع أسرته في منزله بمنطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن علاقة خفية بين الحوثيين والولايات المتحدة منذ الفترة التي سبقت تدخل السعودية عسكريا في اليمن. وذكرت المجلة في تقرير لها أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي كان رئيسا للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي سابقا شعر بالاستياء من تدخل السعودية عسكريا ضد الحوثيين في اليمن الذين اعتبرهم حلفاء جيدين للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب. نقلت المجلة عن أوستن قوله إن بلاده كانت تدعم بهدوء قتال الحوثيين ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية. بحسب التقرير فإن أوستن أيضا كان يعتقد بأن السعودية أو السعوديون بأن السعوديين سيخسرون في اليمن ويتعين على الولايات المتحدة إنقاذهم. هي أشياء لا تشترى، كما قال الشاعر محمود درويش. الكاتبة والصحفية سماء حسن كتبت مقالا في السياق ذاته نشره موقع عربي أو العربي الجديد، ومما جاء فيه: هي أشياء صغيرة لكنها تحمل معاني كبيرة، ولوقعها في القلب أثر أكثر من وقع فرحته بجوهرة ثمينة. فهذه اللمسات التي تصل إليك ذات لحظة تفعل السحر في قلبك وعواطفك، لأنها صادقة ونبعت من إنسان صادق، ولأن صاحبها ربما أعطاك كل ما يملك، وهو عند الآخرين هين وعنده عظيم، وفي قلبك سيقع في حناياه وستمتصه روحك فيزهر فيها الحب أكثر. وليس أعظم من صدق المشاعر في وقت تحولت فيه علاقاتنا التي تغذي أرواحنا إلى تأدية واجب. في عام 2007 كنت أتلقى هدية صغيرة من زوجة بواب العمارة التي أقمت فيها بالإسكندرية قبل سفري إلى بلدي بيوم. جاءت بالهدية خلسة وقدمتها إلي، وكانت منديل بآوية، وهي الغطاء الذي تستخدمه نساء المناطق الشعبية للرأس. قالت لي: هذا من جهازي عندما تزوجت، وهو هدية لك، وأرجو ألا يعلم زوجي به فهو سيعاقبني، لأنه حريص على أن أحتفظ بكل ما اشتريت من ملابس للزواج، فهو لن يستطيع أن يشتري لي شيئا، وقد أحببت أن أهديه لي مقابل ما قدمته لي ولطفلتي الصغيرة. كانت فترة تعارف قصيرة وتعاطف كبير مع شابة سمراء نحيلة جاءت من قريتها إلى المدينة بحثا عن عمل مع زوجها، وقد أنجبت طفلتها الأولى في غرفة مهترئة في بئر السلم. كنت أنقذها مبلغا جيدا مقابل كل خدمة تقدمها لي مثل شراء حاجيات البيت. وهكذا استشعرت القروية الفقيرة شعوري نحوها وقررت أن تعبر عنه بهذه الهدية التي هي أغلى ما تملك. وقد احتفظت بها سنوات طويلة في أحد أدراجي، وكلما رأيتها سرحت وتساءلت في نفسي عن أخبارها ودعوت الله أن يرزقها
ولا أنسى أن أتلمس هذا المنديل المزركش كشيء ثمين أحرص عليه، لأن صاحبته قدمته لي بمشاعر صادقة نابعة من قلبها الأبيض. ركزت المحادثات السرية الأخيرة التي جرت بين إيران والسعودية حسب ما أكدت صحيفة الاندبندنت على الحرب في اليمن وسبل إنهاء الصراع الذي يعد أحد أكثر الكوارث الإنسانية خطورة في العالم وتهديدا أمنيا للسعودية. أكد مسؤول إيراني لم يذكر اسمه نقلا عن وسائل إعلام محلية أن المحادثات في بغداد والتي أوردتها صحيفة الفاينانشال تايمز لأول مرة يوم الأحد قد جرت بالفعل. وذكرت الصحيفة أن رئيس المخابرات السعودي خالد حميدان كان من بين المشاركين، لكن مسؤولين سعوديين نفوا في تقارير منشورة أي محادثات. ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصدر مطلع قوله إن المحادثة جرت وتركزت على الحرب في اليمن حيث تدعم طهران الجماعات المسلحة. وقال المصدر الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران والسعودية عقدتا محادثات حول قضية اليمن، زاعما أن السعودية تسعى لإنهاء اشتباكها العسكري المستمر منذ 6 سنوات ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ونقل عن المصدر قوله إن إيران أشارت إلى أن لليمن أصحابها وأن السعودية يجب أن تتحدث مع اليمنيين والحوثيين أنفسهم. تحرص السعودية بحسب الصحيفة على إعادة فتح ميناء الحديدة اليمني مع وقف هجوم الحوثيين على محافظة مأرب، كما أن الرياضة حريصة على وقف هجمات الحوثيين المستمرة بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية السعودية. فجأة وبدون سابق إنذار أعلن 12 فريقاً من فرق كرة القدم العملاقة في أوروبا استحداثهم لما يعرف بدور السوبر، في خطوة اعتبرها محللون كثر بمثابة انقلاب واضح على فيدرالية كرة القدم العالمية الفيفا وعلى مؤسستها الشريكة اليويفا في حدث كان له وقع الصاعقة على الجميع. هكذا استهل الكاتب والسياسي صبري صيدم مقاله المنشور في القدس العربي. انقلاب نجوم الكرة الذي من المرجح أن يصل في عضويته التأسيسية إلى 15 فريقاً أصلياً وخمس فرق مضافة شكل ثورة على التقاليد التي سادت لعقود، وما حكم عالم الكرة من ضوابط مختلفة جعلت من البطولات المعروفة مساحات تقليدية كبيرة لم يعد من الممكن التعايش معها. هذا الفصل النخبوي كما يصفه البعض جاء بمثابة تجبر وتعجرف وأنفة دفعت تلك أندية وفيليهاتها وراء المال نحو الإطاحة بآمال الفرق الصغيرة أو المغمورة وسحق طموحها في التنافس والتطور والمثابرة. وفي ردهم على هذه الخطوة سارعت الحكومات والدول ووزارات الاختصاص إلى رفض الفكرة وإطلاق عبارات الإدانة والوعيد بإفشالها ومحاربتها وحرمان الفرق المنشقة من حقوقها وألقابها إن هي رفضت العدول عن دور السوبر المزعوم. دور السوبر هذا الذي يعتمد على ثقافة لا غالب ولا مغلوب قد قطع شوطاً كبيراً في استعداداته وبلورة خطواته التنفيذية، وعليه ربما يكون قد وصل حد القطيعة مع قوالب الماضي ومع الفيفا وحتى الدول بصورة تضعه في مرمى نيران العديد من الحكومات والروابط والمؤسسات الرياضية. إنما جرى خلسة في عالم الكرة وما يسعى لتحقيقه من فرز كروي ومالي وحتى وجداني لا يمكن أن يكون وليد لحظة، وإنما خضع لفترة طويلة من النقاش ربما تخللها تواطؤ بعض الأطراف الكروية والحكومية والاقتصادية لتصل إلى حد تواطؤ بعض ممن يدعون رفضهم للفكرة والمبدأ بغرض التمويه ودرء الشكوك. أيا كانت الأسباب التي أدت إلى هذا الانقلاب على الفيفا والانشقاق التاريخي في عالم الكرة، إلا أنه من الواضح أن بصمات السياسة امتدت إلى عالم المستديرة لما حملته هذه الخطوة من إرث الانقلابات السياسية التقليدية من حيث التكتيك والتنفيذ. دائما ما تظهر دراسة بين الفينة والأخرى لتظهر أهمية النوم، ودائما ما تظهر الدراسات ارتباط قلة النوم بتدهور عمل الدماغ. الدراسة الجديدة تابعت نحو 8000 بالغ بريطاني لأكثر من 5000 أو 25 عاماً.
أكدت بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن النوم 6 ساعات أو أقل في الليلة بين 50 و70 له صلة بزيادة خطر الإصابة بالخرف. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر كوموني كيشنز أن خطر الإصابة بالخرف يكون أعلى بنسبة 20-40% لدى الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة. استنتجت هذه الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة باريس بالتعاون مع جامعة يونيفرسيتي كوليدج في لندن أن ثمة صلة بين مدة النوم وخطر الإصابة بالخرف، لكنها لم تتوصل إلى تأكيد علاقة السبب بالنتيجة. أجرى المشاركون في الدراسة تقويما ذاتيا لمدة نومهم 6 مرات بين عامي 85 و2015، وفي عام 2012 وضع نحو 3900 منهم ساعة مقياس التسارع التي تلتقط الحركة أثناء النوم ليلا من أجل التحقق من دقة تقديراتهم. ما أكد النتائج المتعلقة بخطر الإصابة بالخرف على مدى فترة امتدت إلى مارس 2019. سنوياً في كل أنحاء العالم تسجل نحو 10 ملايين إصابة جديدة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. يحقق من يطلق عليهم وصف المؤثرين شهرة كبيرة على مواقع التواصل، ومع الإعلان عن عمل تلفزيوني كامل يسلط الضوء على نشاطهم، تجدد الحديث عن المضمون الذي يقدمه هؤلاء المؤثرون بعدما احتج الآلاف على إنتاج هذا العمل الفني. يضيف موقع دي دبليو أن الآلاف وقعوا على شكوى عبر الإنترنت ضد قيام شركة نتفليكس بإنتاج عمل جديد من المقرر تصويره بمدينة بايرون باي. شركة نتفليكس صرحت في بيان صحفي صدر عنها مطلع الشهر الجاري أن مدينة بايرون باي بمثابة المحيط المثالي للعمل الذي يتابع مستخدمي إنستغرام المؤثرين وهم يعيشون أفضل حياة. ولكن بإعلان الشركة العالمية عن نيتها تصوير العمل والذي يحمل اسم المدينة نفسها، اعترض السكان المحليون على الأمر، وتجاوز عدد الموقعين على الشكوى ضده حتى الآن 6700 شخص. يطالب الموقعون على الشكوى السلطات في المدينة برفض منح التصاريح اللازمة لتصوير العمل وإبطال أي موافقات سابقة صدرت بالفعل. ويرجع سبب الاعتراض على هذا العمل بسبب ثقافة المؤثرين التي تغير بسرعة خصائص السكان، حيث يرفض عدد كبير من سكان المدينة قدوم هؤلاء المؤثرين ورسم صورة خيالية بأن كل شيء على ما يرام في بايرون باي. صحيفة الغارديون البريطانية نشرت صورا قالت إنها الأفضل، التقطها مصوروها يوم أمس. تابعوا بعضها. الآن إلى العديد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها صحف ومواقع اليوم. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.